عقد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة إجراءات تأمين الموانئ والمنافذ الحدودية ومكافحة تهريب البضائع. وأكد مدبولي خلال الاجتماع على اهتمام الحكومة بالمتابعة الدائمة لإجراءات تأمين الموانئ والمنافذ الحدودية كضرورة للحفاظ على الأمن القومي ومكافحة تهريب البضائع واستداء حقوق الدولة وحماية مواردها المختلفة، مشددا على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات لضمان إتمام الإجراءات المطلوبة في التوقيتات الزمنية المقررة.